بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي التلاميذ، مستوى السنة الرابعة، نواصل هذه السلسلة من الدروس المسجلة، واليوم مع المقطع الثالث الذي سنبرز فيه مجموعة من المعارف ومجموعة من الموارد التي تهمنا في حياتنا الفردية والاجتماعية. أبنائي التلاميذ، الكل يعلم بأن الحياة صعبة وأن مشاكلها عويصة، وأن الإنسان يقف موقف العاجز والذي لا يستطيع أن يواجه هذه المشاكل بنفسه أو وحده، ومن ثم فإنه يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى من يعينه، ويحتاج إلى من يساعده من أجل تذليل هذه الصعوبات. وهذا ما عبر عنه بالتضامن، إن الناس في حاجة إلى التضامن. وعليه فإن المقطع الثالث هو التضامن الإنساني. ودائما أن المقطع كما تعودتم أبنائي التلاميذ نبدأه بنشاط فهم المكتوب، واليوم نتعرض في هذا الميدان أو في نشاط فهم المكتوب إلى المحتوى المعرفي وكالة الأونروا. لكن قبل ذلك فلا بد من الوقوف عند هذه الوضعية التي يجب أن ننطلق منها لنكون في جو المقطع وجو الميدان والمحتوى المعرفي معا. فأبنائي التلاميذ، في ظل العولمة وفي ظل الحضارة وفي ظل التمدن والمدنية، فالإنسانية تعاني من الويلات ومن المحن، من ويلات الحروب التي أتلفت الملايين، وأيضا تعاني من ويلات الأمراض والطواعين، وأيضا تعاني من ويلات الكوارث الطبيعية، الزلزال والبراكين، وتعاني اليوم خاصة من داهيتين وتستجير من غائلتين، وهما داهية الحرب وتحكيم السلاح في مواضع الاختلاف والخلاف، وأيضا تستجير من داهية ثانية وتستغيث منها، وهي داهية الفقر وشروره. والسؤال المطروح: متى تجاب هذه الإنسانية ومتى تستغاث؟ أبنائي التلاميذ، إن المقصد من هذه الوضعية هو تصوير لحالة البشرية اليوم، فهي تعيش حياة صعبة، فمن فرض عليها مثل هذه الصعوبة؟ ومن الذي حتم عليها أن تعيش هذه المعاناة، خاصة كما ذيلت به هذه الفقرة مشكلة الحروب، والمشكلة الثانية وهي الفقر. فإن الإنسانية في ظل ذلك تجد نفسها في حاجة إلى من يمسك بيده، وتجد نفسها في حاجة ماسة إلى من يعينها ومن يساعدها، ومن ثم فلا بد علينا من أن نتضامن وأن نتكاتف. ولذلك أنشئت جمعيات، وأنشئت منظمات، وأنشئت تكتلات، وأنشئت هيئات، هدفها وغرضها هو مساعدة المتضررين مما تعاني منه الإنسانية، مساعدة المتضررين من الأمراض والأوبئة، ومساعدة المتضررين من الحروب والاقتتال الدائر في أنحاء العالم، وأيضا مساعدة المتضررين من الفقر والحاجة.
ومع وكالة الأونروا. وكالة الأونروا هي منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة أنشئت لمساعدة متضرري الحرب. نتعرف عليها أكثر بعد قراءتنا للنص، قراءات متعددة. صفحة 50. وكالة الأونروا في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 48-900 تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 2300 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 49-900 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئ فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر آيار عام 50-900. وفي غياب حل لمسألة لاجئ فلسطين عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 2017. قدمت الأونروا المساعدة والحماية لحوالي 5 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح. وتعد الخدمات التي تقدمها الأونروا متاحة لكافة أولئك اللاجئين الذين يقيمون في مناطق عملياتها، والذين ينطبق عليهم هذا التعريف، والذين هم مسجلون لدى الوكالة وبحاجة إلى المساعدة، كما أن ذرية أولئك اللاجئين الفلسطينيين الأصليين يستحقون أن يتم تسجيلهم في سجلات الوكالة. وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 50-900 كانت تعمل على الاستجابة لاحتياجات ما يقارب من 750,000 لاجئ فلسطيني، واليوم فإنما يقارب من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الأونروا. ووفق التعريف العمليات للأونروا، فإن لاجئ فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين حزيران 46-900 وآيار 48-900، والذين فقدوا منازلهم وموارد رزقهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 48-900. تعتمد الأونروا على الدعم السخي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات الإقليمية. تمثل هذه المصادر مجتمعة أكثر من 92% من المساهمات المالية للوكالة، وفي عام 12 و2000 بلغت القيمة المالية لهذا التعاون أكثر من 25 مليون دولار أمريكي. بعد قراءتنا أبنائي التلاميذ للنص، وأنتم أيضا مطالبون بقراءته أكثر من مرة من أجل فهمه فهما صحيحا، فلا بأس بأن نجيب عن مجموعة من الأسئلة التي تدور حول هذا النص من أجل الوقوف على مضمونه العام أو على استخلاص بعض الأفكار زيادة على الفكرة
العامة لهذا النص. فالجزء الأول هو فهم النص وتحديد أفكاره ومناقشة هذه الأفكار. فما السبب التاريخي الذي أدى إلى إنشاء وكالة الأنروا ولفائدة من؟ فأبنائي من خلال النص، فإن السبب الرئيس لإنشاء هذه الوكالة كما هو واضح هو الصراع العربي الإسرائيلي. ففي أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 48 سنوات تم تأسيس الأنروا بموجب هذا القرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة. لصالح من أنشئت هذه الوكالة، وكالة الأنروا طبعا أيضا كما هو موضح فإنما أنشئت بهدف الإغاثة المباشرة للاجئ في فلسطين، وأيضا من أجل تشغيل هؤلاء اللاجئين. هل كان إنشاء هذه الوكالة حلا مؤقتا أم حلا دائما؟ ولما يستمر عملها إلى اليوم؟ في النص ورد بأن هذه الوكالة أنشئت كحل مؤقت لمدة معينة باعتبار أنهم كانوا يظنون بأن هذا الصراع أو أن المشكلة ستبقى حلا، لكن الذي حدث أن الصراع قد استمر، فتم التمديد للوكالة، ثم استمر أيضا الصراع زمنا آخر، فتمديد ثاني وثالث ورابع إلى غاية 17 بعد 2000، والصراع الإسرائيلي العربي ما يزال قائما إلى يومنا هذا. ولذلك تجد المنظمة المتحدة نفسها مضطرة للتمديد لهذه الوكالة لتواصل عملها وتستقبل اللاجئين وتشغلهم وتساهم في حل مشاكلهم. سؤال موالي أبنائي التلاميذ، ما هي المهام التي تقوم بها الوكالة لصالح اللاجئين وما حدود صلاحيتها؟ طبعا هذه الوكالة مهامها هي الأهداف التي أنشئت من أجلها. فنعم قامت هذه الوكالة بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5 ملايين. أيضا تتمثل خدماتها أو الخدمات التي تقدمها في التعليم وفي الرعاية الصحية وفي الإغاثة وفي البنية التحتية والدعم المجتمعي، إيقاظ الصغير، استجابة الطارئة حتى في ظل أو في أماكن الصراع المسلح. أيضا ما مفهوم اللاجئ الفلسطيني، أو من الذين لهم الحق في أن يكونوا لاجئين يستفيدون من خدمات الوكالة؟ أيضا أن هذه الوكالة تطرح تعريف للاجئ فلسطين. لاجئ فلسطين هو ذلك الشخص الذي كان يقيم في فلسطين بين، أو موجود في الفقرة الأخيرة، نعم هو الشخص الذي كان يقيم في فلسطين بين 46 و 948 1000، وبعد أن تم احتلال الإسرائيليين لفلسطين فقد مورد رزقه وأيضا فقد بيته. ذلك هو اللاجئ الفلسطيني الذي يستفيد من خدمات وكالة الأنروا. إذن أبنائي التلاميذ، فإن النص يتحدث عما ذكرناه. ما هي الأسباب التي دفعت إلى إنشاء وكالة الأنروا؟ في أي تاريخ تم إنشاؤها؟ لفائدة من تم إنشاؤها؟ ما هي الخدمات التي قدمتها وكالة الأنروا؟ من هم الأحق بهذه الخدمات؟ يجمع كل ذلك في معنى عام يصلح أن يكون فكرة عامة للنص، وعليه فإن
الفكرة المقترحة كما يلي: تعريف الكاتب بوكالة الأونروا، يعني عرف بها تاريخ إنشائها، سبب إنشائها، ثم الدور الذي قامت به، ما دورها، لماذا أنشئت هذه الوكالة، ثم ما هي الخدمات التي استفاد منها اللاجئون الفلسطينيون. إن الوكالة قلنا أنشئت لتقدم خدمة للاجئين الفلسطينيين. تعريف الكاتب بوكالة الأونروا والدور الذي قامت به والخدمات التي استفاد منها اللاجئون الفلسطينيون. الآن أبنائي التلاميذ، نعود إلى النص مرة أخرى ونحاول أن نقسمه إلى فقرات أو إلى مقاطع. وأرى أن التقسيم يبقى كما قد ورد في الكتاب، ينقسم النص إلى ثلاث فقرات. الفقرة الأولى وتبدأ من بداية النص وتنتهي عند 17 و2000، والفقرة الثانية تبدأ حيث انتهت الأولى إلى نهاية الصفحة الأولى، لتكون الفقرة في الوجه المقابل مستقلة بذاتها أو بنفسها. في الفقرة الأولى، ولا بأس بإعادة قراءتها، وأيضا لكم أنتم أن تقرؤوها مرات عديدة. وكالة الأونروا: في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 48-900 ألف، تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 2300 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 49-900 ألف، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئ فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في 1 من شهر أيار عام 50-900 ألف، وفي غياب حل لمسألة لاجئ فلسطين عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 17 و2000. أبنائي التلاميذ، في هذه الفقرة أو في هذا المقطع الأول نجد أن الكاتب استخدم الأسلوب المباشر والواضح للتعبير عن المقصود، بحيث يتطرق الكاتب إلى سبب تأسيس الأونروا. فلماذا، وقد أشرنا إلى هذا في شرحنا العام، لماذا تأسست وكالة الأونروا؟ تأسست وكالة الأونروا لماذا؟ لمساعدة لاجئي فلسطين. ثم ما السبب التاريخي لتأسيسها؟ هو احتلال إسرائيل لفلسطين، أو كما عبر عنها الكاتب: في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي. وأبنائي التلاميذ، لابد من إزالة بعض الغموض هنا، فإن الحقيقة لا يوجد صراع إسرائيلي عربي، وإنما الحقيقة هي يوجد احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لأنه الصراع يجب أن يكون بين طرفين على شيء فيه شبهة، أو على شيء يدعي كل طرف الحق في ملكيته. أما التاريخ يثبت بأن القدس وما معها من أراضي تم احتلالها فلسطين بصفة عامة هي ملك للفلسطينيين، وتم اغتصابها من طرف الإسرائيليين. إذن فالسبب التاريخي هو احتلال إسرائيل لفلسطين، والهدف والغاية من إنشاء هذه الوكالة هو إغاثة لاجئي فلسطين، ومحاولة مساعدتهم، ومحاولة إعانتهم،
ومحاولة مواساتهم ومحاولة الوقوف معهم في هذا الظرف العصيب. متى بدأت هذه الوكالة عملياتها ومساعدتها للفلسطينيين؟ طبعا بدأت بعد الاحتلال مباشرة، يعني سنة 1949. قلنا عملها في البداية كان مؤقتا، كأنما منظمة الأمم المتحدة كانت ترى بأن هذه المشكلة ستحل في القريب العاجل، ولذلك فوضعوا حد زمني لعمل وكالة الأونروا. الذي حصل فيما بعد في الواقع أن الاحتلال استمر وهو ما زال إلى يومنا هذا، ولذلك فأخذوا في كل مرة تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمدد لوكالة الأونروا، في كل مرة تمدد لها مدة معينة 5 سنوات فأكثر، وهكذا إلى يومنا هذا وما زالت وكالة الأونروا تقوم بدورها وبعملها في فلسطين. أبنائي التلاميذ، هناك كلمات وردت في الفقرة الأولى لابد من الوقوف عندها ولابد من الإشارة إليها بشيء من الشرح. فكانون الأول وآيار وحزيران هي أسماء لشهور عند أو باللغة السريانية، والمقصود بهذه الأشهر كانون الأول ويقصد به شهر ديسمبر، وحزيران ويعني شهر جوان عندنا، أما آيار فالمقصود به شهر ماي. ولكن أبنائي هناك ملاحظة لابد من الإشارة إليها وردت في شرح المفردات في أثر رصيدي اللغوي، فآيار شرح على أنه شهر فيفري، والصواب نحن نعتبره خطأ مطبعي، الصواب هو أن آيار شهر ماي وليس شهر فيفري. الفكرة المقترحة أبنائي التلاميذ لهذه الفقرة كفكرة جزئية في استنتاج الأفكار الجزئية، أبنائي الفكرة الجزئية هي ذكر الكاتب تاريخ وسبب تأسيس وكالة الأونروا وتمديد عملها. الكاتب تحدث لنا عن السبب التاريخي لتأسيس وكالة الأونروا، وأيضا تحدث لنا عن الهدف والغاية التي أنشئت من أجلها، ثم هذه التمديدات من لدن سنة 1949 إلى يومنا هذا، ما هي أسباب التمديد؟ هي وجود وبقاء واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. أبنائي نقف عند هذه الفكرة لنكمل ما بقي في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.